خمس اشياء تسويها اذا مللت من لعبة جي تي اي سان اندريس. قبل ما نبدا لا تنسوا اللايك والاشتراك، ويلا شباب وشكرا لكم على الدعم في المقاطع السابقة. اوكي، الشيء الاول اللي كنا اللي نعمله بطبيعة الحال لكي نستمتع في لعبة جي تي اي سان اندريس هو اننا نعدل سيارة شباب. اوكي، طبعا ترون شباب هذه العلامة، علامة مفك احمر، ترونها هي علامة تعديل السيارات، يعني هاي ايضا موجودة، موجودة شباب ايضا في مدينة سان فييرو ومدينة لاس فانتوراس شباب، ترون كيف. اوكي، نحن سنذهب الى الاقرب، يعني مكان اقرب اللي هو هنا في مدينة لوس سانتوس، يلا نذهب اليه بالتيليبورت شباب. اوكي، نعدل سيارة شباب، يعني نسرق اي سيارة نجدها في الشارع وناخذها الى هذا التعديل شباب، اسمه ترانسفوندر، ترون. اوكي، خلينا نسرق اي سيارة، يلا نعدلها على السريع مثلا. ايش رايكم شباب نختار السيارة؟ اوه، هنا سيارة جميلة، يلا نختار هذه السيارة شباب. اوكي، تقود في هذه الجدة شباب، يلا انزلي انزلي، نايس. الان سنأخذ، اوه اخذنا امام الشرطي شباب، روح روح روح. اوكي، الان شباب نأخذها وندخل الى هنا، ترون كيف، ها هو. وطبعا لازم يكون عندنا مال شباب، لا تنسوا هذا الشيء، لانه نعدل بالمال بطبيعة الحال. المهم، اوه ما فيها تعديلات كثيرة. اوكي، كل سيارة فيها يعني تعديلات شباب هكذا خاصة بها. المهم هذه ما فيها تعديلات كثيرة. اوكي، نقدر نغير لونها بطبيعة الحال، خليها الزرقاء شباب. النيترو، يلا نركب لها النيترو اقوى واحد. العجلات شباب، اوكي يلا نختار هذه مثلا، يلا ركب هذه على السريع نعدل شباب. انا فقط اقول لكم وانتم جربوا لكي تستمتعوا في اللعبة. نركب لها هايدروليك وخلاص نخرج يا حبيبي. وهو انظروا شباب كيف اصبحت، صحيح لم تتغير كثيرا لكن انظروا، ركبنا نيترو واصبحت تقفز بهذا الشكل. نايس، نرفعها شباب هكذا، ننزلها، يلا نرفعها، شغل نيترو وانطلق. روح، اريد ان اجد الصراحة السيارة شباب تكون يعني سريعة وناخذها نعدلها. يلا نبحث عن السيارة تكون جميلة وتكون من السيارات السريعة. اين ساجد الصراحة؟ راح ابحث وما راح اجد، اعرف هذا الشيء، لكن خلينا نبحث. يلا، واو يا حظي شباب، انظروا السيارة اللي وجهتها. اوكي يلا يلا بسرعة بسرعة، هادو اغنياء شباب، ما شاء الله ما شاء الله. يلا انزل انزل، اعطيها ركلة. اوكي نروح شباب نعدلها، يلا بينا. اوكي، اوه هذه السريعة، هذه من دون ما تعدلها، حافظ عليها يا وليد، يلا حافظ عليها ما تدمرها. اوكي روح 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 روح، فحط لعيونكم يا السيارة، جميلة جميلة شباب جميلة، هذه وحدة ما تحتاج تعديل، سريعة مرة. لا لا تصدمها يا وليد، أعطيناها عين شباب، كسرنا أمها. يلا دخلها هنا ونشوف التعديلات الخاصة بها. أوكي يلا، نعم، أوه قل يو شباب، ترون ما فيها تعديلات أكثر لأنها سريعة. المهم هناك شباب سيارات فيها تعديلات أكثر، هناك سيارات لا. يلا أسود، انظروا كيف السوداء. أوكي، أقوى واحد نيترو، والعجلات يلا نركب مثلا هذه، يلا الهيدروليك خلاص. واو السيارة كيف أصبحت شباب باللون الأسود، انظروا كيف، من الألوان المفضلة عندي. اوف 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 اوف، جميل جدا. يلا روح شغل النيترو، اعطيها تفحيطه، رهيب شباب رهيب جدا. اوكي يلا يلا يلا، قبل ما يخلص النيترو روح دهسنا الشرطي بالغلط، روح. اوه شباب تفحط هذه السيارة وحدها. اوكي يلا انطلق، اعطيها انطلاقة، يلا اوه راح النيترو شباب، يلا يلا اقفز اقفز، يلا روح انطلق انطلق انطلق. اوكي جميلة شباب السيارة، نعطيها تفحيطة، فحط، جميل شباب. هذا هو الشيء الأول، الآن راح نروح مع بعض إلى الشيء الثاني اللي كنا نقوم به لكي نستمتع في لعبة جي تي اي سان أندريس. الشيء الثاني شباب هو أننا نروح إلى محطة القطارات، أو يعني إلى سكة القطار وكذا. أين هو؟ نسيت.
اوكي نعم شباب، لقد وجدت هنا محطة القطارات، اوكي بهذا الشكل. المهم اننا المكان الذي نجد فيه شباب قطار وهكذا، نقدر نجده في اي مكان يعني، المهم اننا نكون في السكة. لكن انا اتيت الى محطة القطارات لكي يكون الامر يعني اسرع وهكذا. اوكي خلينا ننتظر شباب القطار حتى يأتي. اوكي لقد وصل شباب. نعم الان كنا نذهب الى القطار نأخذه شباب، ننزل السائق الخاص به بهذا الشكل. هيا هيا انزل، هيا بسرعة سيجي لا تفشلنا. هيا لقد صعد. نعم هكذا بهذا الشكل، اركب يا سيجي. كنا شباب نركب في القطار بهذا الشكل، بعدها ننطلق. واحذروا ماذا نفعل شباب، يعني ماذا نفعل؟ اكتبوا لي الآن في التعليقات ايش توقعاتكم. اوكي راح انتظركم شباب تكتبوا. اوكي نعم شباب، كنا نقود هذا القطار بأقصى سرعة ممكنة ونخليه يتفكك. هذا هو الشيء الممتع اللي نقوم به يعني لكي نستمتع، كنا نقوده بأسرع سرعة ممكنة، أسرع سرعة للقطار. بعدها ننظر إليه كيف يعني يتفكك، لأنه هذا شيء واقعي أظن شباب، لما نسرع بسرعة قوية جدا، سرعة سريعة سريعة جدا، راح يتفكك القطار. خلينا نشوف يلا، لم نصل إلى أسرع سرعة بعد، خلينا نشوف يلا. أوكي في طريقنا نجمع السرعة شباب. إيش رأيكم أوريكم خدعة؟ تضغطون على علامة الصح اللي تحت الخريطة، تضغطوها مرتين بسرعة، تقدروا تحركوا بهذا الشكل. أوه تفكك. نعم شباب نعم لاحظتم. أوكي جميل، أقسم بالله إن الأمر مرة ممتع. المهم شباب انظروا ماذا نستطيع أن نفعل لما وريتكم تلك الخدعة. نضغط على علامة الإكس أو الصح اللي تظهر يعني تحت الخريطة، نضغط عليها مرتين، نفعل ونلغي التفعيل. بعدها نقدر أننا نحرك هكذا 360، يعني نحرك هكذا بدرجة، يعني نحرك شباب بشكل أرياحي يعني ارتياحي ارتياحي، نحرك بسهولة كما نركب في السيارة وهكذا، ليس يعني ما نقدر نحرك كما من قبل. هذه خدعة الصراحة وريتكم. المهم هذا هو الشيء الثاني، الآن راح نروح إلى الشيء الثالث. الشيء الثالث هو أننا نعمل قتال مع البالاس شباب، خلينا نحصل على أسلحة وكذا لكي نبدأ قتال معهم. نعم أوكي سأحصل شباب على الام بي 5 الاي كي، يلا خلاص جاهزين. الآن شباب سأذهب إلى هنا إلى هذه المناطق، صح أنها هي خضراء كلها يعني كلها فيها جروف ستريت، لكن يلا نجرب. المهم أنا قلت لكم شباب أظن بأنكم أنتم ستجدون هذه المناطق لونها بنفسجي وكذا لما تبدأوا تختموا في اللعبة. وابدأوا قتال مع البالاس. أوكي خلينا نبحث عنهم، وبدأت تمطر. أوكي يلا أين البالاس؟ أين؟ أظن ما راح ألقى نهائيا، أظن بأني راح أروح شباب إلى منطقة أخرى يكون فيها البالاس كثيرين. هنا شباب أنا أتذكر هذه المنطقة في فيها بالاس كثيرين. يلا نعم هنا اجد البالاس انا عادة شباب. يلا خليني ابحث عنهم اين هم. اوكي نجد بائعين الممنوعات النادرين ولن نجد البالاس اللي المفروض يكونوا كثيرين. اقول لكم شيء شباب الصراحة مللت وانا ابحث، راح اعيد اللعبة من البداية لكي اجدهم بنسبة 100%. نعم لقد وجدتهم شباب. اوكي خلينا نحصل على السلاح وندمرهم. اوه ما بهذا التاكسي مجنون الصراحة. اوكي لما سمعوا صوت الطلق ابلعوا ابلعوا، وما عندهم اسلحه شباب مع الاسف. لما انتم تقاتلوا شباب البالاس وكذا ستجدونهم عندهم اسلحه وكذا. اوكي هذا عنده مسدس اقضي عليه، هذا تعال 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 يجلدك يجلده. نحو دهسوا شباب. اوكي تعالوا تعالوا الى هنا تعال ابلع يلا. اوه الهرابين ابلع ابلع جلدتهم جلد شباب نايس. لما نبدأ تختيم جديد للعبة وهكذا راح تصير شباب هذه المناطق لونها بنفسجي وممتلئة بالبالاس وهكذا. انتم استمتعوا قاتلوا البالاس، واي مكان تجدوا فيه البالاس دمروهم. وش صراحة هذا الشيء ممتع جدا. ها انظروا انا امشي شباب واحكي ووجدت بالاس، تعالوا تعالوا يلا جلدهم سي جي، عشق عشق على السريع
اجلدهم جلد نايس. الان راح نروح الى الشيء الرابع اللي كنا نقوم به لكي نستمتع شباب، اللي هو اننا ناخذ طفاية الحريق. شباب اين هي؟ او ليس طفاية الحريق، شاحنة طفاية الحريق لكي نكون يعني صحيحين. المهم نجدها بقرب المستشفى شباب هنا. اوكي خلينا نذهب بالتليبورت. نعم اوكي نعم لقد وصلنا شباب. او انكم تستطيعون يعني تعملوا حريق وتنتظروا حتى تأتي، لكن هذه افضل طريقة يعني لكي تحصلوا عليها من دون ما تنتظروا او شيء. تأتوا شباب الى هذا المكان، اوكي وراءنا يوجد ذلك المستشفى، ونأتي هنا شباب ونجد هذه شاحنة اطفاء الحريق، وراح اقول لكم ماذا سنفعل بها لكي نستمتع. نركب فيها ليس السيارة سي جي، وش قاعد تسوي؟ يلا اركب في هذه الشاحنة. نعم شباب 100% ستجدون مركونة في هذا المكان. لما نركب نضغط شباب على زر الطلقة، هذا ترون هذا الزر يعني، بعدها راح يرش مياه ونرمي على الناس شباب، نرشهم وهذا شيء ممتع. روح روح الشرطي الشرطي. اوكي لا ادري وش قاعد يسوي ذلك الشرطي، ماذا فعلنا؟ الله اعلم. يلا رشهم رشهم، هذا الشرطي شباب، الشرطي ذلك الشرطي ابلع. شيء رائع شباب، شيء رائع. كل ما ياتي الرش شباب، انظروا اليه انظروا، كل ما ينهض الرش. اوكي ما نخليهم ياتوا الينا شباب، يلا رشوا. نعم شباب انظروا انظروا انظروا، اوه البالص البالص الكلب ابلع. انظروا شباب هذا شيء ممتع الصراحه. تعال صاحب دراجه ليوصل الينا، لا نخليهم يصلوا الينا شباب. كل شوي رش امهم، لا عدتم كيف، شيء اسطوري اقسم بالله انه مره رهيب. اوه البالص هنا، تعالوا رشهم رشهم، توقف توقف ورشهم. اوكي رشهم رهيب شباب انظروا كيف، صح انهم ما يصير لهم شيء، ما يموتوا. لا ادري اذا كانوا يتدمجوا بعض الشيء ام لا، لكن انظروا شباب ما يصير لهم شيء، وحرفيا انتم تستمتعوا لما تقوموا بهذا الشيء. واكتبوا لي شباب لما انا اقول لكم عن هذه الخمس اشياء اللي يعني تقومون بها لما تستمتعوا، اخبروني انتم اذا كنتم تقومون بها ام لا، تقومون بها وهكذا. اوكي يلا رشوا رشيناه شيء، انظروا انظروا. اوكي رش 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 نايس، رهيب رهيب اقسم بالله انه مره رهيب. اوكي خلينا نجد الناس. نعم هنا الناس طبيعيين شباب انظروا. اوكي لماذا هل البالص والشرطه ليسوا طبيعيين؟ ما هذا الكلام يا وليد؟ اوكي رشهم رش الكل، رشيناهم شباب. واو عملنا لهم استحمام شباب، لاحظتم؟ اوكي شيء اسطوري. الان راح نروح الى الشيء الخامس اللي كنا نعمله شباب، اللي هو اننا نحصل على مركبة معينة شباب تفرم، لكي نفرم الناس شباب، اللي هي اننا طبعا نذهب الى المزارع شباب. المزارع راح اوريكم مثلا اماكن هي مزارع، هنا مثلا هنا شباب ترون، او هنا اوكي مزارع، اتوقع انكم فهمتموني. هنا شباب سنجد مركبة معينة ساريكم اياها، هذه المركبة. نعم انا حصلت عليها من قائمة الغش لكي على السريع شباب، لكي اشرح لكم وانتم تقومون بهذا الشيء. إذا ما كنتم عندكم يعني قائمة الغش تذهبوا إلى المزارع وتحصلوا عليها. انظروا شباب كنا نحصل عليها ونأتي إلى الناس هكذا ونفرم أمهم شباب، انظروا كيف نفرمهم، نمشي هكذا وراح تدمرهم. انظروا انظروا بوم، وتخرج اللحم من الوراء شباب، انظروا كيف. واو يا البشاعة، بشاعة الجرائم شباب في هذه اللعبة. انظروا صح انه عنيف بعض الشيء شباب، اصبحنا عنيفين شباب لما نقوم بهذا الشيء، لاحظتوا؟ اوكي افرم افرم، لا تخليه يصعد الشرطي الكلب. وانظروا اللحم شباب، هل يسقط اللحم في الارض؟ لا يسقط في الارض مع الاسف، يختفي شباب. وانظروا لاحظت بانه، انظروا شباب انظروا، اوكي افرمه. نعم شباب انظروا دخان، دخان احمر، هو الدم اظن، نعم هو الدم، لاحظتوا شيء الصراحة غريب، دخان احمر شباب. اوكي المفروض يعني يسيل هكذا سائل، اكيد سائل، لكن هو دخان احمر. انظروا واللحم، اللحم يختفي، ودخان احمر، لاحظتوا شباب؟ وحرفيا صح شباب انه عنيف وهكذا، عنيف بعض الشيء، ليس بعض الشيء، عنيف عنيف بشكل كبير، لكن حرفيا يجعلنا نستمتع، هذه اللعبة فقط ويجعلنا الامر نستمتع لما نقوم هكذا. اوكي يلا نعم خلينا ندهسهم. ثقبوا للعجلة شباب، اوكي لاحظتم العجلة الخاصة بهذه
المركبة كيما هي صغيرة شبه العجلة الخلفية. انظروا انظروا الناس فرمناهم فرم، يا الله. تعالوا تعالوا انتم، اريد فرم الشرطي الصراحة الشباب، نجعلها لحم. يلا يلا، اين الشرطي؟ ها هو الشرطي، تعال 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 يا كلب، تعال افرم افرم. فرمتوا شباب، نايس. اوكي خلينا نفرم. اوه قهروني الصراحة شباب لما هكذا ما يخلوني امشي، خليني اتخلص منهم شباب. يلا اوكي، نوت وانتد. يلا اذهبوا يا الشرطة، اذهبوا انقلعوا، خلونا نستمتع. يلا اوكي خلينا نذهب الى هنا ونفرم. يلا افرم افرم، انظروا الدخان الاحمر شباب، اقسم بالله انه شيء غريب. المهم هذا هو الشيء اللي كنا نقوم به، وحرفيا هذه المركبة الصراحة القيادة الخاصة بها فهي تنرفز شباب، وصعبة بعض الشيء. اوكي افرم هذا الشخص، ابلع. اوه ستنفجر، انزل انزل، لا تركب لا تركب، اهرب. اوه قربت اموت، انظروا هذه السيارة اللي وجدتها، نايس. هذه هي الاشياء شباب، اعطوني رأيكم في التعليقات، واكتبوا لي هل كنتم تسوونها ام لا، ولا تنسوا اللايك والاشتراك. ويلا شباب اشوفكم في المقاطع الجاية ان شاء الله، ومع السلامة.